وصفوفنا كلش قليلة وجو حار بيها، وأريد مناشدة من وزارة التربية، والناشد بأن أريد صفوف لأن الأعداد هائلة والجو حار كلش والرحل مكسرات وبنكات ماكو وأبد ما يشتغلن. احنا حالتنا تعبانه على اساس ابويا يسجلني بالمدرسه الاهليه بس فلوسها غاليه. ابويا يشتغل عامل، فاحنا بهاي المدرسه الحكوميه واحنا بالصف 70 طالب. رحل ماكو، لا بنك، مي غسول ماكو، لا نغسل، صحيات ماكو. فنطلب من وزاره التربيه ان توفر لنا الكتب والرحل والمراوح والغسول الماي. احنا اليوم جايين نطالب بالكهرباء والمي لهاي المدرسه، وشي ثاني المدرسه ثلاث طوابق، يعني طالب من يصعد وينزل كلش كافه عاليه، حتى المعلمه من تصعد وتنزل كلش كافه عاليه، يعني من تصعد عرقانه ودور الدرس شي يصير بحاله، حتى ما له واسي يدرس يعني المعلم، والطالب ما بعد ما يستوعب من كثر الحار ايش طلعت. خليه يوفروا لهم الكهرباء، تقول المديره يوصل الكتاب للتربيه ما يصدق، ليش؟ يقول ما معترف بيها، لا عاد شلون تداوم الطلاب هنا؟ هذا طالب ومسؤول من عندك اذا صار به شيء، مو تجي تشتكي عليك انت التربيه؟ سوي لها حل خطيه. هذا الطلاب اعتبرها ذول بناتك، اعتبرهم ولدك، اعتبرها عائلتك هنا موجوده، ما توفر لها الكهرباء؟ يعني هسه ابسط شيء بالبيت انت ما توفر الكهرباء لعيالك، اعتبرها هاي عائلتك، وفر لهم. هم خطيه، هم جزء من التعليم هذا، لا شلون تريدون من عندهم نجاح؟ شلون تريدون من عندهم معدلات؟ هم حق الطالب. والله لو بزرهم خلوهم بالاهلي. شيء ثاني بعد ما يستوعب الطالب قام يتجه للمدرس الخصوصي، الاهل المن يصيرون؟ يصيرون كتب، يصيرون دفاتر، يصيرون قرطاسيه، يصيرون المدرس خطوط. المن يصير؟ ملابس مدرسه يردون من عندهم، مصرف مال يوميه هم يريد من عند الطالب، هذا المن يصير؟ يقولون اكو نقص يعني بالكادر التدريسي، وفرهم. اكو خريجين، انا واحده من الناس خريجه من 2003 لحد الان ما متعينه، مدرسه مال تحياء. عينونا احنا الخريجين. وفروا فرص عمل لنا هم من عينكم ونعين جهالنا، هم نشيل من عندهم. انا بالنسبه لي رجل عاطل عن العمل، وانا مدرسه خريجه من 2003 لحد الان ماكو تعيينات وقاعده ايجار. وفروا لنا فرص عمل احنا الخريجين، انطونا منها نشتغل بها، نعيش لكم ونعيش عائلتنا بها، وهم نفيد الطلاب. روح طب للمدرسه وشوفها، روح شوفها شنو حاله المدرسه، حتى الطلاب ما يخطئ. شنو كل طالب شايل له بطل مي يشيل بيه؟ والله جايبين المي بيدي. هم خطيه، يعني اذا بنت خلصت ميه لازم انا اجيب البطل ما يرجع للمدرسه. ينقلوهم الغير مدارس، مدارس هم رايدين لها خطوط، هم ماتين كل خط 25000 بالله. شو يقولون بها؟ خطا بناء. الخطا البناء من السبب؟ غير تشرفون عليها، غير تحاسب المهندس اللي يشرف عليها، العمال اللي يشرفوا عليها اللي صممها من هو؟ غير يجون يحاسبوه؟ احنا نحاسبه؟ من عرفه من هو احنا؟ انت تعرفه من اللي انشا هاي المدرسه وسواها؟ سوي لنا حل. هسه خطيه حتى المعلمات والطلاب خطيه. يعني هذا الصيف منو يتحمل الحر مالته؟ شهر السابع او شهر السادس والخامس، حتى الامتحانات خطيه. يقولون يوصل الكتاب للتربيه وينزله، ليش تنزله؟ وافق عليه، يعطيهم كهرباء ومي، واكو متبرعين بالكهرباء يعني ومن التربيه. اكو متبرعين يقول لهم احنا نسوي لكم كهرباء. معاناتنا على مود الطلاب، غير الطلاب يمه، الطلاب ديشك من الحر، من التدريس، مي ماكو، هذا معاناتي. يعني تجي الطالبه تعبانه. كل شيء ماكو، ما مستفاده. يوميه واقع، يعني انت شنو هاي هي مدرسه هاي؟ بربك انت هسه شو تريد تقول؟ ما امكانيه ماكو، لو اكو امكانيه لعد ليش؟ اذا هو عامل يوميته 20 يعني يعطيها المصرف للمولدات والكهرباء، للوجبات الماكو، حاكيني سولف للطبيب، واروح اعطيها النوب مدارس اهليه؟ علي من احنا قاعدين بالعراق؟ مو يقولون هذا العراق بلد الخير؟ صح لو لا بلد الفقره؟ وين الفقر يعني ما يعيش بالعراق؟ يظل ندور مدارس اهليه؟ هاي مدرستهم، وهاي يوميه معاناه المدرسه. دفاتر ما مستلمين، قرقاسيه ما مستلمين، عود الطالب نص يعني ياخذ له شهر من المدرسه يلا يستلم القرقاسيه مالته. والملازم مال المدرسه غاليه، كل دفتر ب 2000 دينار. شو تريد يعني؟ شو اجي اشتكي على المديره؟ ما بيت هالشيء، اشتكي على المعلمه؟ ما بيت هالشيء. وهسه مهددين يردون ينقلون من هاي المدرسه لغير المدرسه، ساعتين باليوم. شفتهم الطالب ندام لساعتين، شفتهم الطالب صف سادس بكالوريا اول شهر ثاني شهر، اذا ما نجح يسقط البكالوريا بعد ما يداوم، وهذا التعب وهاي المدرسه.
الله أنا عندي هنا أنا 4 بالمدرسة. إحنا ما نتمكن ننقلهم بين مكان. بغير مكان هم يعني تعال أنطي كراوي للسيارات، تعال جيب دفاتر، تعال جيب شغلات، من واحد يتمكن؟ ما يتمكن، إحنا مدارس أهلية ما نتمكنها. يعني ورات بشي يصير، وسقاط 3 يعني موجودين بالبيت. أنتم حلوها بنفسكم، هي المديرة شعليه، هو مدير التربية حتى جاي يسوون كهرباء ما خلاهم. يعني يروحون يشتكون يروحون يطردوهم من الباب. يعني شنو من مدير التربية هو ما يجي يشوف المدارس خطية يوم ما يروح وحده واقعة، يوم يطيح سيراميك، يوم يجون على ماء ياخذون بطالة يردون يشيلون ما يقدرون، يطلعون من المدرسة يشربون ماء ويجون، عايفين دروسهم. المعلمات يفرفحن ويسوون، المديرة تفرفح، ايش بيدها المديرة؟ ايش بيد المعلمات؟ حتى ماء ماكو المدرسة. يعني المفروض يخلونهم براد هنا. ماي حار ماكو اصلا، ماي حار. مدرسة وجديدة ومحسوبة على هالدولة هذه، شنو من المدرسة هذه؟ الاسباب ما هي الاسباب اللي يعني الاسباب شنو هي؟ غير الاسباب يعني المدرسة حارة، المدرسة لا كهرباء، السيراميك يومية طايحة وحدة، الدرج يعني الطابق الثالث اكو يعني صف سادس صغيرة تروح الطابق الثالث، لكن يوم جتني واقعة مكسورة. يا خاله هي شنو المدرسه هذه؟ لو مخليها على القديمه احسن لنا. والله هاي المدرسه هسه القديمه لو ضاله احسن، يعني ليش باقوا فلوسها وشردوا؟ يعني هم هذول الحزبيه؟ هذول العراقيين؟ هذول اللي مخليهم من يروحون فدوه لتراب صدام الذبن بالقاع. تجابهم على صدام، كلهم ذولا ارهابيه، كلهم حراميه من غير دوله ويجون. هيك اردحكي والله. من اللي بيحفظكم وش الدوله؟ من هو؟ انطيني يا كان صدام من يقولون اجى صدام، الناس كلها صح بنروح بالدم نفديك يا صدام. يا يفدون يا هو يا سلابات هنا اجى هنا من الحله من بغداد، طرق المدرسه، شاف المدرسه، شاف الفقره. شنو هو؟ المن طبوا؟ خلي يشوفون هنا، خلي يطبون يشوفون المعاناه، يشوفون الزبايل. خلي يشوفون الزبايل ايش قدها تتكوم، عود يجون البلدين نعطيهم 1000 خطي يشيلون الزباله. حتى رواتب ما قاعد يعطوهم. يا خاله يعني من الساعه 8 احنا مصلوبين هنا. والله تعالوا لبزركم. اي نجي لبزرنا احنا، يسوون حل هم؟ احنا قاعد نقطة مرات نشترك بألف دينار، شنو الألف دينار؟ هم شو يريد يسوون بهالألف دينار؟ لا يردون يشتركون، احنا نشترك. ما عندنا مانع. حتى لو ما عندنا، حتى لو نقدي نعطي يعني كل بشر نعطيه 5 في سبيل يسوون لنا حل. خلي يسوون لنا كهرباء للجهاد. كهرباء ومي. يعني يوم تجيني واقعة يمه ما عاد تروح وورد اقرا ما اقدر. لأن شبيه تقول كهرباء ماكو، حاطين دفاترنا ونهفي. انا عندي 2 بالمدرسه وابوهم يشتغل عامل اسبوع يعني قاعد واسبوع يشتغل يعني فلوس اللي ما وين يوديهن وعنده هو 4 جهال وعنده مره وين من يطيهن مصرف بيتنا مصرف اجار قاعد المن يوديهن ما قال من يوديهن يعني يطيهن اهليه ما يقدر يخلي اهليه وين يوديهم جهاله هاي عندها طفله هي وهم يعني هي مريضه حالتها كلش تعبانه بالمدرسه تداوم تقول نصعد بالطابق الرابع مخلينا تقول نصعد تقول لما نموت تقول لما ننزل العرق يوشل معده توشل تقول يموت يلا انزل من الطابق الرابع لفوق وهسه تبكي اليوم ما قبل تعالوا وياي تعالوا وياي تعالوا وياي يقولوا للمديره قاعد خيجون امهاتكم يعني هذا قال لنا شلون هاي الحل قال هاي شلون الحل تسوون لنا حلته نطالب خلي يوفروا لهم كهرباء يوفروا لهم ماي تقول ماكو ميتين ماكو كهرباء لا ماي لا ماكو يعني كل شيء ماكو هيك مدرسه قاعدين بها هاي مدرسه مع الجديده وهذه وتو سووها هم هذيك مدرسة كانت قبل فلشوها ما ادري وين ودوا فلوسها لو مخليها احسن ترميم رميمية وخليها مدرسة هي كانت مدرسة شلونها فلشوها باقى فلوسها وخلوها ما هيك لا سووا وخلونا هيك حالين بالاطفال ناخذهم مرتهم ونرتهم وسدا ودوها وين يودونهم اذا الخط يريد خطوط يريد هذا منين ايش يجيب هو شعده يعني لا هو عامل وما يحصل شغله ايش شي يسوي يلا ماكو بهاليوم هذا منين في عمل يطي يعني هاي عشان يلا هاي انتم الحل يمكم شو تسوي لهم انا عندي جهال 4 و2 بالمدارس
واثنين بعدهم ما مسجلتهم، ما عندي امكانيه يعني حتى ادفع والله، ورجلي فاصلين من الدوام، لا عندي راتب لا عندي شيء، يعني كل شيء ما عندي انا، وانا حيره بعيشتهم والله العظيم. واريد انتم من الله منكم ومن الله بعد، شو تريدون تسوون؟ سووا لنا حل لهاي المدرسه، خطي هذول الجهال شنو ذنبهم بالحر قاعدين؟ يعني حتى خطي هاي بنتي يوميا ما يعروحها واقعه والله العظيم، يعني معها ضعيفه حيل ضعيفه وما تتحمل، ولا كهرباء لا بيها مي لا بيها هاي، كل شيء ما بيها. طالب بهاي المدرسه اريد نسوي لها حل، سوى حل لهاي المدرسه، بكن الله والحسين سووا لنا حل، كهرباء مي بيها كل شيء ما بيها. ما ادري والله ما نعرف السبب. يقولون من استلم هاي المدرسه؟ ليش ما تستلموها؟ ايش بيها هاي المدرسه وما تستلموها؟ أنا نقلت أولادي من المدرسة بسبب الزخم اللي موجود داخل المدرسة، ثلاث دوامات. انظر هاي المدرسة صار لها كم سنة ما كاملة لحد الآن، لا مكملينها ولا واحد مر بيها ولا واحد يجي شافها، وهاي ثلاث دوامات بيها ولد وبنات. لسبب نقل أولادي العام رسبوا بالمدرسة على قد الزخم، ما يفتهمون ما يفتهمون بالمدرسة، يعني زخم هواي كلش هواي. ثلاث دوامات المدرسة، ثلاث دوامات بيها، يعني ايش قد تلحقه؟ ساعة زمان باليوم ساعتين تلحقه، ساعتين ايش يفتهم الطالب؟ ما يفتهم شيء، ما يفتهم شيء، طبعا يرسب. ولهذا نقلت اولادي يعني. دولتنا المفروض تتحرك للمدارس، المفروض تتحرك، يعني مثل المدرسة هاي تشوفها هسه بعينك انت، يعني المفروض هسه هي كاملة، المفروض جاهزة، يعني سنة يدامون بيها. كم سنة صار لها يعني؟ كم سنة؟ خمس سنوات صار لها، زين؟ سبب بالدولة، مو لا بالمدارس الأهلية ولا أبد. المفروض الدولة تتحرك تشوف المدارس، ماكو مسؤول يطلع. طيني مسؤول طلع على أي مدرسة كانت. طيني مسؤول طلع وقال هاي المدرسة مثلا ليش ما كاملة؟ ليش هاي المدرسة هيجي؟ ليش ثلاث دوامات؟ طيني مسؤول طلع على أي مدرسة كانت، ماكو. اهلا وسهلا بكم، ونتمنى انه يكون هذا اللقاء ويانا حتى نبين معاناة المواطنين ومعاناة الاهالي في معاناة الاهالي بخصوص التلاميذ والطلبة. احنا اكثر المدارس هسه حاليا هي مدارس الحكومية اللي مزدحمة، اللي اعداد طلاب توصل لاعداد كبيرة ما توافق ويا الرنج اللي موجود بالمدارس. عندنا مشاكل بالمدارس هواية، الكتب تتأخر، قرطاسية ماكو، النقل، النفايات اللي موجودة حول المدارس. أصبحت المدارس الحكومية مدارس طاردة للتلميذ، يعني التلميذ ما ممكن أنه يقاوم بهيك جو دراسي. حتى الساحات صارت الساحات شبه معدومة بالمدارس. تحولت أكثر الأهالي بدأت تتجه بالنسبة للأغنياء، اتجهوا للمدارس الأهلية، والمدارس الأهلية بها محفزات أكثر للتلاميذ لأولياء الأمور، لكن في نفس الوقت هذه يكون بها
عبء على المواطن. احنا نتمنى من الحكومة انه هاي المدارس اللي انشأتها وهاي احدى المدارس اللي امامكم اللي باشرت بها وافرحوا المواطنين بوقتها حتى يشيل الزخم عن هذه المدارس المدرسة المجاورة، لكن انه بنت هيكل وصار لها قرابة الاربع سنوات على هذه الوضعية تشوفوها، وبدت حاليا حتى تتآكل. يعني انا اتوقع انه انا مو اختصاص هندسه، لكن اتوقع انه اذا اكو مهندس هسه حاليا ويجي يقيم هذه البنايه، هاي البنايه ما ممكن، لازم اعاده هدمها ورد مره ثانيه اعاده البناء مالتها. نتمنى يوصل صوت المواطن، يوصل للجهات المسؤوله حتى يرفعون على الاقل شيء قليل عن كاهل المواطنين بالنسبه للدروس. فلشوا المدرسة صار لها 7 سنين زين، يعني من يتحملها غير الحكومة المحلية؟ يعني شوفها الحكومة المحلية هي المسؤولة عن المدينة خاصة، يعني مو بس مدرستنا بالجمعية، مدرسة مدارس الحلة عامة فلشوها تقريبا زين، وظلت العالم حايرة بالمدرسة الأهلية. ولو مدرسة تروح إلها مقبطة الصف مالتها 60 طالب 50 طالب وما يستوعب الطالب، شنو يعني معناها هاي؟ زين احنا لو قايلين يعني لو انه لو من كل طالب 25,000 دينار مثلا هل 7 سنين من كل طالب 25، بنقول احسن اي في المحل الحكومه المحليه من كل طالب تبرع 25,000 دينار وطابوقه طابوقه هل 7 سنين تخلص بناءها والاجيال تعمرها؟ هاي معمره للاجيال، اجيال اجيال اجيالنا، بعد مستقبل اجيالنا، هاي اولادنا اولاد اولادنا، شكل ما عافوناها اهلنا وبنوها ودرسنا بيها، احنا هم نعيف لهم هالمدرسه هاي. والعلم نور زين، والجهل ظلام، هذا جهل، هذا كله جهل، بالاضافه انه هم بنوها صخرات والصخرات هاي مو عمليه زين، الصخرات مو عمليه، مستقبلا توقع يعني هاي. واكو مدارس وقعت بالعراق شافوها هم، وقعت يعني لو باقي على طلاب، يا وهسه حتى اغلب الطلاب اذا انبنت هاي وكملت ما تداوم بها نهائيا. انا اقول لك لو انا ابني بيداوم هاي المدرسه ما اخلي يداوم، ما اخلي يداوم. شنو يعني صخره شيدها ايش كبرها توقع عليها شنو؟ زين، فاحنا نطالب من الحكومه المحليه، الحكومه المركزيه، اللي من يهمه الامر ان يستعجل لنا بنائها. بس هاي هذا البناء غلط، بناء غلط زين، بناء يفلشوها يخرون الصخرات يبنوها طابوقه طابوقه يتبرعون بها الاهالي، الاهالي المنطقه، المدارس الاهليه. طبعا اذا هي اغلب المدارس هسه مفلشه فيقول لك انا اروح اوديها مدرسه اهليه محافظ على ابني زين، يحافظ على ابنه احسن من هاي المدارس اللي لا سامح الله توقع يعني مستقبلها توقع هاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي بالدرجة الأولى نحمل الدولة المسؤولية كاملة. بالدرجة الثانية التربية، التربية اللي مسؤولة عن المدارس. يعني أول وحدة زيارات من التربية، من قبل التربية ما جاي تطلع على المدارس وتشوف معاناة المدارس، يعني اللي الوضعية اللي هسه بها المدارس، خاصة يعني هاي مدرستنا مدرسة شهداء طفيل، زين يعني معاناتها كل الصعبة. يعني هسه هي كرفانات، يعني بالمناسبة هي كرفانات، يعني من الناس الخيرة والشسمة المتبرعين صارت، بس يعني معاناة الطلاب يعني معاناة كلش مأساوية، مأساوية كلش. زين يعني الكرفان الواحد هسه يعني لو تصوير جوه 60 طالب بيه، 50 طالب بيه ومختلطة. احنا اللي نريده هسه، احنا اللي نريده من التربية، تربية بابل حاليا يعني نريد ينشطر الدوام، يصير دوامين. هسه حاليا دوام واحد يعني ومتكدسة بيها طلاب يعني عدد كلش هواي. زين احنا نريد شطر المدرسة، عندنا مدرسة الإمام علي هناك، مدرسة الإمام علي عندنا هناك يعني كادر المديرة والتلاميذ مالت البنات يجون لهنا، وتصير هذه يعني تصير دوامين، تنشطر تصير بنات وبنين. زين احنا يعني هاي معاناتنا، هاي المدرسة يعني والطلاب متهذية كلش. مدرسة شهداء طفيل حديثة الإنشاء انشطرت أو اجت انشطرت من مدرسة الإمام علي الابتدائية عليه السلام. مدرسة حديثة الإنشاء تعاني من عدة مشاكل. أول مشكلة أنه كهرباء ما بيها، أعداد التلاميذ الصف الواحد يصل من 50 إلى 60 طالب، فصعوبة الاستيعاب من المعلم الموجود. اثنين أجهزة تبريد مراوح ما موجودة. يعني هسه في ملاحظة كنا يم مدير المدرسة راد يدق الجرس دقل بالخشبة، جرس ما عدله يعني. فإحنا نطالب السيد مدير تربية بابل يرعانا يعني ويتنوع لنا بالعين الأبوية لهذا الطلاب، أنه يشطرها دوامين، دوام ولد ودوام بنات، ويعني أحب أنه يزور المدرسة ويشوف الأعداد اللي بيها. هذا المنحى السيء اللي تتجه نحو المؤسسات التربوية اللي هي المفروض تكون حاضرة لأي نشاط تطوري في البلد، أصبحت اليوم هذه المؤسسات تخضع لقوانين أشبه بعملية الإطاحة بالملف التربوي بالعراق. من هذه السيئات الموجودة في النظام التربوي مثلا قلة المدارس، تردي الوضع الموجود بالمدارس. يعني اليوم نشهد انه اكو مدارس اصبحت تتحمل ثلاث شفتات من الدوام، هنالك مدارس آيلة للسقوط، هنالك مدارس لا تحتوي على ابسط مستلزمات الخدمة للطالب. هذا بالتالي كله يدفع إلى محطة وكأن هنالك رسالة موجهة من أيادي خفية تدفع بأولي الأمر، يعني أولياء أمور الطلبة بكل المراحل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، وحتى مسألة التعليم العالي، حتى الكليات تدفع بهم إلى إخراج أبنائهم بناتهم من هذا الوضع باتجاه المدارس الأهلية أو الكليات الأهلية، بحثاً عن فرص نجاح أكثر، يعني أكثر كفاءة من المدارس الحكومية. هنالك نظرة اليوم في الشارع العراقي أن المدارس الحكومية هي مدارس متردية من ناحية الخدمات، من ناحية التعليم، ومن ناحية البرنامج التربوي الذي تقدمه هذه المدارس. هذا باعتقاد الشخصي يتحمل إزره ثلاثة. الصنف الأول الذي يتحمل
هكذا تردي في المؤسسة التربوية هي الحكومة المركزية والحكومة المحلية، فهي مسؤولة بشكل مباشر وتام عن هكذا تردي. الجانب الآخر يتحمله يعني المسؤولين عن العملية التعليمية والتدريسية في العراق. لا أقول الجميع، هنالك أناس مخلصين يقدمون كل ما يملكون معنوياً ومادياً ضمن المؤسسة التربوية من معلمين ومدرسين وأساتذة جامعات في سبيل أن يكون طلبتهم مميزين ويدفعون باتجاه صناعة جيل مستقبل ممكن له أن يقود مرحلة بكاملها. لكن هنالك أيضاً وبشكل كبير معلمين ومدرسين وأساتذة يدفعون باتجاه السلب، يدفعون الطالب وولي أمره باتجاه أن يلجأ في نهاية الأمر يا إما إلى أن يكون ضمن قولبة المدارس الأهلية، وإن لم تتوفر المستلزمات المادية لهذا الطالب أو لولي أمره سيدفعه باتجاه أن يترك المدرسة، وبالتالي لن يحقق طموحه. ونحن هنا قد نخسر، بل بالتأكيد سنخسر كفاءات ربما سيكون لها شأن في المستقبل. هذا الحال أيضا يتحمله أولياء الأمور الطلبة. يجب أن يكون هنالك صوت عالي وليس خافت لكل هؤلاء الناس تجاه هذا الأمر، أن يكون هنالك صوت عالي تجاه المؤسسة التربوية لتنميتها. الدفع باتجاه أن يكون هنالك ملف إيجابي يدفع بهذه المدارس وهذه المؤسسات التربوية نحو الأفضل. حقيقة التعليم هو يعني ماكو أفضل وسيلة أو الإنسان يقدمها سوى التعليم. التعليم هو يجعل العقول نيرة وخيرة، لكن لأسباب قد تعزى إلى أنه بعض المدارس عائلة للسقوط وبعض المدارس تحتاج إلى ترميم، لكن تم هدم هذه المدارس. حقيقة أنا أتكلم عن مدرستي، مدرسة الإمام الباقر. هذه مدرسة هدمت قبل 8 سنوات ورحل تلاميذها إلى مدارس مجاورة تحتوي على 3 دوامات، وهذا 3 دوامات يكون متعب للتلميذ لأنه لم يأخذ الدروس الكافية والوقت الكافي لكي يكون يعني يكون التعليم مستمر بدوام حوالي 2 ساعة 2 ساعة وشوية، وهذا لا يكفي. لكن جينا للمدرسة اللي هي عبارة عن أنقاض وأكداس من القمامة بجهود الخيرين وبتعاون بعض المسؤولين الموجودين المحليين وجهود الهندسي مال البلدية، قدرنا أن نعمل على رفع هذه الأنقاض ورفع هذه النفايات. ومنظمة اليونيسيف يعني بعد المناشدات حاولت إيصال هذه الكرفانات إلى البناية القديمة وتم نصبها بجهود الخيرين، لكن هذا حقيقة تعب. رغم أنه مدرسة كرفانية لا ترقى إلى المستوى التعليم، لكن نقول نحن نعمل بالممكن ولا ننسى الطموح. حقيقة ما شاركوا بهذه المدرسة عشرات لا بل مئات إلى أن وصلت هذه المدرسة بهذه الصورة. ونشكر كل الذين ساهموا من سواء كان بعض النواب، بعض أعضاء مجلس المحافظة، والناس الخيرين الميسورين من دكاترة ومهندسين رفدوا هذه المدرسة بمواد البناء، بالكهربائيات، بالصحيات. نشكر كل اللي ساهم. نلتقي أو نرتقي إلى أن يكون التعليم تعليم عالي. نسأل من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية أن تنظر إلى هذه المدارس بنظرة أبوية وتعيدها إلى ما كانت، لأن هذا الكرفان هو حار. رغم أنه موجود كرفان بكهرباء لكنه حار. حار ليش؟ لأنه ما يرتقي إلى العناية الصحية حتى الطالب يأخذ. بالإضافة لأن الكرفان لا يتحمل زخم التلاميذ. إحنا زخم التلاميذ الآن حوالي بالصف أكثر من 50 طالب، وهذا 50 طالب هو ككرفان صعب عليها. فنأمل من
الناس الخيرة من الناس الوطنية أن ترفد دول أبنائنا أبناء العراق بأقل ما يمكن وهو التعليم. احنا مدرستنا كرفانية والحكومة فلشتها وحارة، في بالشتاء يطبونا الماء لما تمطر وباردة، وبالصيف حارة لمن لا بنكات لا تبريد. خربوا مدارسنا استاذ، احنا عندنا امكانية احنا بهلية، يعني بالشتاء لا مرتاحين تمطر الدنيا وحتى الكرفان ينتهي، بالصيف هاي جونا حار لا بنكات، مرات حتى السجن تطلع هوا حار. يعني احنا لو عندنا كادر الفلوس كان احنا هسه بالاهليه الصف اكثر شيء يعني 60، هسه روح شوف 60 طالب نفس يختنق، يعني حتى مرات المعلمات صف هسه كرفان خشب انكسرت وقعت المعلمه انكسرت رجليها المعلمات، يعني هسه لا مرتاحين حتى بصفوفنا مرتاحين، هسه رحلات ماكو يعني دا يخربون ما يعمرون. ايضا هاي المدارس مال الاهليه زينه، يعني مال الحكومه ينقص مدرسين، هسه احنا انجليزي عندنا نقص وأهلية لا زين عندهم دفاتر اكو واقلام اكو. الان هسه فلشوا مدارسنا وما نقدر ندرس، ما نقدر ندرس، صفوف ماكو، بحيث 75 طالب بالمدرسه بالصف ما نقدر، يعني يطب لنا ما نقدر نفتهم اصلا، يعني شلون هسه كهرباء ماكو، بحيث تجي تطب للصف ما تقدر، عرقان من الحر. شنو هاي؟ هاي ظل هيك بس فهمونا، يعني نريد حل، احنا نريد حل، شلون ماكو حل؟ هاي انتم هاي المليارات وين قاعد تروح؟ وين قاعد تروح فلوس النفط؟ وين؟ بس قولوا لي. شوف الصفوف، صفوف صغار وما عدنا رحل، هسه جبنا من الصف الثاني احنا 60 طالب، ال 60 طالب هسه يعني 60 طالب من يعني سبع رحل ثمان رحل يقعدون بهن، نقعد بالقاع ومن تمطر الدنيا الماء يفايضنا يطب للصفوف، ولا لا بنكات لا سبليدات عندنا، كل شيء ما عندنا، لا ساحه كله قزاز، هسه نريد نلعب ماكو، نريد ندرس ماكو، يعني هسه خلي الدول خلي المحافظ تسوون لنا شيء، لو ينقلونا لو يسوون لنا حل. يعني احنا طين لما نمشي بالشارع طين نجيب الشتوتات، احنا ما عندهم فلوس ونجيب الشتوتات، واهليه لو عندنا نروح تعيينات ماكو، يعني لا شيء، يعينون معلمين ما عندنا معلمين قليلين، حتى المعلم الطب بالصفوف زوقة يعني مزدحمة، كل صف ب 50 طالب 70. يعني هسه المدرسة هاي كرفانية، لا عندنا ساحات، يعني ساحة نروح نلعب بها الطوبة تنشق من ورا القزاز، يعني نعلق السبليت يخر علينا ماي منه، هو صف ياخذ هذا 40 احنا 60، وين نقعد؟ يعني ماكو حل، ماكو حل، قلم الصبور احنا نشتري، هو شنو هذا بربع دينار؟ احنا نشتري يعني معلمين قليلين، الرحل قليلة، والله استاذ يعني تدريس ها يعني ما عندنا ساحات مثل الدول الخارج، لو عندنا فلوس كار احنا للمدارس الاهلية احسن من الحكومية، والله استاذ يعني نجيب جلادات نجلد ذن الشبابيك على مود ما يطب لنا شمس. عندك الوضع الاهلي كان المدرسين مالته، بس الوضع الحكومي طبعا من كل عام قاعد يتغيرون المدرسين، يعني هسه انا من السادس بالسادس العام عندنا كامل مدرسين انجليزي رياضيات، بس هاي السنه يعني دا نعاني انجليزي والعربي. طالب الحكومه بتوفير الخدمات الماديه وهي بسيطه جدا، يعني توفير الماء 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 والكهرباء والاضويه، اضويه ما عندنا، يعني العصري الدوام العصري ما عندنا، بالخمسه انطب ماكو شو اسمه ماكو كهرباء، وكتب ما موفرينه، كتب جدا رديئه، يعني الكتاب الحاسوبي مشقق ما نفتهم من عده، دفاتر ماكو،
برطاس فيها ماكو، رحل مكسرة ثلاثة على الرحلة، تخيل ثلاثة على الرحلة وحارة، هذا الوقت صيف حار جدا حار، شلون يعني نوفر هذين الخدمات شلون؟ ولما نحن نطالب احنا نريد نوفرها، نحن نريد نصبغ الصاف نوفر له يعني احتياجاتنا، ما يرضون شنو ما تقبل التربية شنو يعني لو توفرونا لو احنا نوفر لانفسنا، اختاروا وحدة منهن. خلال دوامنا كامل ماكو مراوح، تجينا ساعة واحدة وتطفي الكهرباء، يطالبونا تعطونا كتب قديمة وتعال سويها انت، جلد وسوي ورتب ما اعرف كتب قديمة مشققة. يعني وصف بيه أكثر من 50 طالب 40 طالب، يعني ما جاينا فيهم دروس، دروسنا يعني مدرس حتى المدرس ما يقدر يساعدنا، دروس ودروسنا يعني تدريسنا طلاب التدريس ما جاي يفهمون، يطالبون يردون من عندنا كتب تجليد، كتب يعطونا كتب مشققة ما جاي يعطونا كتب جديدة، وعندنا حاسوب ندرس حاسوب حاسوب، يعني الطالب يدرس بي ثلاث سنين صارنا يعني الطالب يدرس بكتاب واحد نفس الكتاب يرجع عليه، الحاسوب يعني ما يعطوهم جديد التربية، وصحياتنا مقفولة من دوامنا لحد الآن ماكو صحيات ما نعرف شنو السالفة، البيئة المدرسية تعبانة، بيئتنا المدرسية ما مقتنعين بها، يعني نطب للمدرسة لا صحيات لا كهرباء، كتب مشققة تعال جلدوا هاي، وصفوف متشابكة ما نقدر نفتهم الدرس، ويردون من عندنا زي والبنطلون يختار بكيفه، اذا لبس هذا البنطلون يقول انا ما اريد هذا البنطلون روح اشتري بنطلون، وفر لي شيء انت ما اقدر انا، يعني انا هذا اللي بيد عليك، هذا بنطلون اشترينا بنطلونات بدايه الدوام ورا الدوام قلت عجب بنطلون بهذا مثل هذا البنطلون اريداني. يعني الاهليه احسن من الحكوميه، الاهليه بها صحيات يعتنون بالطالب، ما ياكو كل شيء متوفر عندهم، كتب رحل كل شيء جديد، مثلا هسه الحكوميه ماكو مقفوله صحيات، ماي ماكو يعني كهرباء ماكو، الحركات لنا يعني طلاب 70 طالب واحد قاعد بصف الثاني، يعني الزحامات ومدرس ما يطب. ايه عندنا كهرباء لا عندنا مي، ما عندنا بالصحيات ماكو مي، مقفوله الصحيات. الريد هذا احنا 70 طالب بالصف، لما نحكي مدرس كل شيء ما نفهم، ريد كتب يعني الكتاب مش لو من عده 15 صفحه وكل شيء ما نعرفه، كتبنا المدرس وكل شيء ما نفهم، انجليزي وحاسب ماكو، انجليزي وحاسب يعني كل يوم يرد يريد كتاب يقول لنا انتم حفظوا من عده. والله هي الحكومه ما يعني ما لها دور اكيد ببناء المدارس، لانه هسه اغلب المدارس تفلشت وهي ما كانت يعني تحتاج التفليش، يعني واعداد بحجه انه بناء مدارس جديده اعداد طلاب كثرت، ف ماكو نتيجه من الحكومه، اللي نطلبه احنا من الحكومه احنا كاولياء امور، يعني هاي حال اولادنا شنو ذنبهم بهيك كرفانات، يعني بلد 2018 بلد نفطي يحتاج يعني مدارس كرفانات، اكيد هسه مدارس اكو بالجنوب يعني كرفاناتهم يعني أسوأ من هاي الكرفانات، فجهود المدير يعني المدير أصلاً مشكور على مجهوده أنه سوى هيك مدرسة نظيفة صحية كرفانات، بس شنو الفائدة؟ هسه أكو مدرسة مقابل هاي المدرسة ما بيها كهرباء لا مي ولا كهرباء، مقابل هاي المدرسة وبناء 2017 كملت بالبناء الإيراني صحوله، مدرسة مقابل هاي المدرسة لا تقدر تتصور لا مي ولا كهرباء بيها، ولحد الان ما مستلمتها التربيه وقاعد يدامون بيها لا مي ولا كهرباء، يعني بالليل مثلا بالشتاء راح يجي الشتاء بالليل ما عندهم كهرباء، بالصيف يعانون من الكهرباء، مي ماكو، مدرس ياخذ بطل يروح يغسل مثلا بهاي المدرسه مقابل هاي المدرسه، فيا ريت يعني الحكومه تشوف هذا اللقاء ويا ريت يعني تعطي اهميه لهيك مدرسه، ومو بس هاي المدرسه كل مدارس العراق اللي تفلشت وما انبنت. الجلال والجمال والسناء والبهاء في نبال في نبال، والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوا في هوا، هل أرى سالما منعما وغانما مكرما، سالما هل أرى في علاك
الشباب لن يكل همه أن يستطيل أو يمين هاي انتم هاي المليارات وين قاعد تروح؟ وين قاعد تروح فلوس نفسهم وين؟ والله استاذ يعني نجيب جلادات نجلد ذن الشبابيك على مود ما يطب لنا شمس. كلنا المؤبدة وعيشنا المنددة، كلنا المؤبدة وعيشنا المنددة، لا نريد بل نعيد اجتدادنا.